السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعينا الكرام، مباشرة من مصر البساتين والشديد ديال الشقق ديال الساكنة ديال الدور الصفيح ديال تمارة، واللي ساعات قليلة إن شاء الله اللي كتفصلنا على بداية تسليم أولى الشقق اللي غيكونوا بالسيكتور 3 والجوج. حنا الآن كنتواجدوا في السيكتور 5 جي اش 5 العمارة رقم 6 طابق ثاني الشقة رقم 4. هاد الشقة رقم 4 بحالها بحال الشقة رقم 4 في الطابق الأول، بحالها بحال في الثالث بحال الرابع، يعني نفس الفصالة نفس الواجهة. كما كتشوفوا هنا عندنا السيجور، كما كتشوفوا الفينيسيو تبارك الله داكشي منور، هنا الشميشة ضاربة تبارك الله. هذا الصالون، الصالون غادي نشوفوا هنا فين كيطل، يا سلام. كما كيعرف الجميع الظروف القاسية اللي كانوا كيعيشوا الناس ديال دور الصبيح، صراحة ربي ربي فرجها كما كنقولوا. الحمد لله الا كنتي غطل غتشوف واحد الجريده واحد المنظر زوين، ماشي هو الحال اللي كان قبل. صراحه كان ظروف قاسيه في الانتظار، ان شاء الله نشوفوا حويجات اخرى كتقرب للساكنه ديال دور الصفيح كمرافق كثيره ان شاء الله. نتمناو من الله، حنا كلنا ثقه في المسؤولين اننا غادي نشوفوا مرافق، غنشوفوا مجموعه من الامور اللي ما تحسش بالغربه بطبيعه الحال. وكانت اولى المشاريع والتوسعه ديال الطريق، محطه الوقود، مسجد من اجمل بيوت الله بالصخيرات، فهذا بيت النعاس وهذا بيت الوليدات وهذا الحمام. هذا واحد الشريجم هنا مفوه، هنا كتشوف الامور كيفاش دايره. كنخرجوا من البيوتة كندور مباشرة للكوزينة، الكوزينة هي هذه كما كتوضح الصورة. هانتوما كتشوفوا هنايا بس الثلاجة، هنا الكوزينة فين كطل. كما كتشوفوا الشميشة مازال غدور هنايا وغادي تضرب في هذا الاتجاه، هذا ما حدا كدور وهي كطل هنايا. الله يسخر الأمور، جميع البراطم تبارك الله مشمشين، الله يدخل عليكم بالصحة والعافية وطولة العمر. لحظات او ساعات قليله ان شاء الله وغادي نشوفوا التسليم ديال الشقق، ونواكبوا معكم اول شقه يوم الاثنين الدفعه الاولى. اللهم يسر يا رب، الله يسخر الامور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.